والله في دولة التناصر وكان ما تناصحوش فيما بيننا، ما نسعوش حرق الذكر، ما نجلسوش في الظروف والمواعب، ما نستمعوش إلى ما يقوي إيماننا، والله نهلك، لأن القلوب هذه أوعية والقلب وعاء ومحرك بحسب ما تعبئ في قلبك بحسب ما تكون حركتك. ولذلك اليوم السعيد فينا والإنسان الكيس فينا والفاطن فينا هو الذي يدرك مصلحته. وما هي المصلحة؟ هنا المشكلة. المصلحة بالنسبة للناس اليوم تختلف. دوك الآن إحنا كنا نخرجوا الشارع برا نلقاو في كل حي كاين ناس يتكلموا على بعض الناس، يقول لك فلان نجح فلان نجح، وكاين بعض الناس عندهم بالنسبة لهم هذاك الإنسان ماهوش ناجح. دوك النجاح وشنو هو؟ شنو هو النجاح؟ إذا كان النجاح في تحقيق المال وجمع الثروات فنظن أن قارون هو أنجح الناس، يولي قارون أنجح الناس. وإذا كان النجاح يمثل في المنصب العالي كل ما يطلع الإنسان كل مرة وزادوا طلعوه 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 فرحان فرحان. إحنا نتكلموا على هذا مجرد ما نتكلموش على إنسان اطلع وعنده الإيمان في قلبه، نتكلموا على الإنسان حقق النجاح تاعو وراه ينظر في النجاح تاعو في مجرد المنصب فقط. يولي فرعون أحسن الناس وأفضل الناس وأنجح الناس، لأن فرعون وش قال؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. دقة دقيقة جدا في الطغيان والجبروت عند فرعون، تعبير عجيب جدا في القرآن الكريم، حتى قال أنا ربكم الأعلى، وزاد تطاول وقال ما علمت لكم إله غيري. هذا منصبه، يعني ارتفاع والعلو. النجاح لابد أن يكون عنده معيار، يكون عنده اعتبار. يعني كيف نزل النجاح؟ شكون هو اللي يورينا النجاح هذا يا باش نقدروا نمشيوا عليه؟ كاين الناس عنده نجاح هي العافية، قول كان العافية، العافية لا يساويها شيء. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ما أوتي عبد بعد نعمة الإسلام من العافية. العافية قل كان الحمد لله ما نجاحي في عافيتي. كاين بعض الناس لا النجاح تاعو أكثر، نجاحه أكثر طموحه. إذا النجاح وش هو؟ أن يكون هو في عافية، وماذا به أنه يجعل الناس في عافية. يعني نجاحه في شيء متعدي، وكاين الناس نجاحه في شيء تاعه هو فقط. ولذلك الآن نحن اليوم في تحقيق هذا النجاح، نحن اليوم في بيان هذه الأمور، لازم نصحوا مفاهيمنا، ولازم نرجعوا إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يعطينا ما هو الفلاح والنجاح. الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنا يبدأ النجاح، لا يرسمه لك من؟ اللي خلقك. ما تقدر تعطي أنت فلسفة من عندك ولا من عندي، إحنا اللي خلقنا هو اللي يرسم لنا طريقنا. ولذلك الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذيك الذين كلها توصيف، إحنا المؤمنون هو الصح. المؤمنون بعد ذا كي تفتح الملف تاع المؤمنين راح تلقى أوصاف كبيرة جدا دارها ربي سبحانه وتعالى الناس المؤمنين. إذا أنت إذا كان مشيت في هذيك الطريق هذه هي الحاجة الوحيدة اللي يتفق عليها جميع الناس، وهي المعتبرة عند الله تبارك وتعالى بأنك نجحت. هذه هي، هذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح. ونقدروا حنايا نديروا واحد النجاحات في حياتنا. إنسان يحقق ثروة، ينال منصب، ينال شهادة، يشتري سيارة، يدير أسرة، هذوك نسموهم حنا نجاحات تاع الدنيا، هذوك نجاحات أولية، ماشي هذوك هما النجاحات تاعك السقف، السقف لا السقف الفوق عند الله، السقف هو أنك تكون مؤمن، أن تكون مؤمنا تنجو عند الله. ربي عز وجل إيش قالنا؟ قالنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل النجاح؟ النجاح يوم ينادي منادي أن يا أهل الجنة خلود فلا موت، وأن يا أهل النار خلود فلا موت. وأنت يقول أن يا أهل الجنة تدخل معهم، تقول معهم تقول نعم لبيك ربنا. كي تكون تما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. لما تكون تحقق الانتماء إلى فريق الجنة هذاك هو النجاح الحقيقي، هذاك هو الفوز العظيم. ولذلك احنا في هذا الزمن كيفاش نحققوا هذا الفوز؟ كيفاش نحققوا؟ ونقول لك واحد الكلمة قبل ما تحقيق الفوز، كيفاش نسلكوا؟ كيفاش نسلكوا من هذه الفتن؟
التي تمشي معنا في حياتنا. نروح للعمل فتنة، نمشي في الشارع فتنة، نتكلم مع الناس في المجتمع فتنة، تروح للعمل فتنة القيل والقال، فتنة المكر، فتنة الاختلاط، فتنة المال الحرام، فتنة الكذب. العمل الإنسان يوقع في أشياء كثيرة، يقول لك ربي يغفر لي اليوم والله كذبت معي، ربي يغفر لي والله اليوم ما تعمل معي صفحتها، ربي يغفر لي اليوم والله غير تزيرت بيت ويا رجل. يعني شفت الإنسان يمشي ينغمس في نار جهنم من طرف وظيفته. وأحيانا الإنسان الفتنة تعو في بيته، الولد مجبلة مدخلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أحيانا السبب تخلفك عن الصلاة في بيتك، أحيانا دفء الفراش يكون سببا في التعطل عن قول الله عز وجل، عن قول المؤذن حي عن الصلاة حي الفلاح. أحيانا أنت تعرض عن الله ولا تقول كلمة الحق بسبب عائلتك وأسرتك. أحيانا الإنسان يشوف شهادة أمامه ويشوف الحق أمامه ويكتم الشهادة، يقول أنا عندي الأولاد ما أقدرش نقول الحق، ما أقدرش نقول الحق، مجبنة. يجيه جبن هذاك من واش؟ من ولده وذريته. أحيانا الإنسان لا يكون شجاعا بسبب أسرته، فتنة المال والولد. أحيانا الإنسان ينشغل عن ذكر الله بالجمع، يعني يلهيه جمع المال، ألهاكه تكاثر. يبقى الإنسان يدخل في مشاريع، نوسع ونسار رب العالمين. شوف الفتن منين تجي. أحيانا الإنسان يخرج في الشارع عينه تمشي مدة ساعة ساعتين، يحصد مئات النظر إلى الحرم، مئات النظر إلى الحرم، يدبر منها يمينا وشمالا، أي امرأة تمر عليه يشوفها. وأحيانا الإنسان يجلس مع جماعة، ما نقولكش في المقهى، في بيت الله من ذلك، وش يصرى؟ غيبة ونميمة، أعراض الناس تنجبد في وسط الجماعة. هكذا الآن مستوى تاع الأسرة تاع الناس، مستوى تاع الأسرة تاع الناس هذا أنها أعراض الناس، وكل ما يجيوش أعراض الناس في الوسط ما تحلاش الأسرة. والناس ينشطون يلوضوا كامل يتكلموا وتحلالهم الأسرة كيوين غيبة. وربي عز وجل قال ولا يكتب بعضكم هذا. هذه فتن. الفتنة مش هي، الفتنة هي امتحان يصنف الله به العبد من بين المسلمين أو المنافقين. هذه فتنة امتحان، يعني يخبرنا الله يخرج الصافي منه ومش صافي. الفتنة هي شيء يبعدك عن الله، مرض يعني يفتنك، أي بمعنى يخرجك عن طريق الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها فتن، وانت جلس هي فتنة. احنا اليوم نحتاج حاجة تمشي معنا، هذيك الحاجة كي تمشي معنا. أنا أقول لك كمل روح خدمتك وما تتفتنش، وابقى مع أهلك وخدم أهلك وما تتفتنش، ودير عائلة وما تتفتنش، ومشي قصر مع جماعة وما تتفتنش، وروح خرج الشارع وما تتفتنش. كاين أمور لازم تمشيها معك، كاين ماتريال كما نقولوا لنا تمشي معك، يمشي هذاك اللي يمشي معك. هذا هي الوصايا اللي أحبين نتكلم عليها، هي هذا التعليق اللي يعبيها الإنسان في الحلقات العلم. هذه الأمور اللي نسمعوها حنايا من الدعاة والعلماء، كي نسمعوا ونجلسوا كاين كلمات تحبس لك في قلبك، عباك تعطيك زاد كبير جدا في حياتك، تمشي بها كثيرا. كاين كلمات تسمعها حتى من أهل العلم، تخلص في درس زوج ثلاثة أربعة، كل مرة تدي حاجة دير في بالك ودير القلب بتاعك وتغنى. تعرفوا احنا مشكلتنا يا إخواني الكرام أننا فقدنا التوازن في تغذية أجسامنا. احنا في نفوسنا فقدنا التوازن، وعلى هذيك قلنا كل واحد يشتكي من الآخر، ما كاينش واحد ماهوش يشتكي من الشعب، وما كاينش واحد ماهوش يشتكي من أهل الحي تاعو. تروح الإنسان يقول لك أهل الحي هذو مالهم، هذي كاع ما يسمعوش، والجيران هذو ما يسمعوش، وأحيانا يشتكي من أسرته، يقول لك هذه العائلة كاع ما تفهمش معاهم، ما يهضر مع أخوه ولا بأباه ولا إيمانه، يمقتهم. وبعد واش يصرى مقت نفسي، يولي الإنسان يكره روحه ويتهرب. بعد ذلك الشاب خاصة في مرحلة الشباب يتهرب من هذا المجتمع كله بعدما ما قتله، لأنه يكره دعم المجتمع ويكره نفسه، يروح بعد المخدرات ويروح إلى الهروب في البحر ويروح إلى أشياء كثيرة حتى الإنسان يحمو تاعه ويقطعه.
يعود يقطع في الهدي. علاه الإنسان يحقق الدرجة هذه؟ لأنه ما مشكش على طريق الله. إحنا الآن نحتاج إلى وصائح. كاين أمور لازم إحنا نشدوها. أنا كي قاعد نشوف أحيانا نقرأ هذا نشوف وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة راه معاه قلوبهم مملوءة بالإيمان. ربي نزل عليهم شهادة فوق سبع سماوات رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شوف كل مرة يوصيهم ويزيد يعاودهم ويؤكد التوصية. لماذا؟ لأن الإنسان ينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ينسى الإنسان. آدم عليه السلام حط ربي في جنة عرضها السماوات والأرض وقالوا كل منها ورك خالد فيها. قالوا ما تخرج منها، تخرج منها أبدا، تخرج منها. وكل أنت وزوجك من كل شيء منها، كل ما أكون منها لغدا حيث شئتما. ما كانش في حلال إلا شجرة واحدة. ولما جاء إبليس قال له هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهو ربي قال له رك خالد فيها. انسى 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 اللي ربي وصاه على شجرة وانساها. ولهذا النسيان تعرفوا وش ده؟ كلفنا الثمن غالي. خرجنا من الجنة، خرجنا من الجنة بمجرد النسيان. ولذلك انت تعرف اليوم انت اسير، انت الان تريد ان تفكك نفسك، انت تعمل على فكاك نفسك الان تسلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبلغها. شوفوا ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل الناس يغدو كامل رحيم. وهذه يقولوها احنا في المقبره ولا نقولوها؟ يقولوا ندفنوا في الناس. وش يقولوا؟ هذه كاع رايحين ليها، رانا كاع رايحين لها، هذه كاع ندخلوها وبعد غير نخرجوا من المقبره ايش عندها؟ وننسوا الدنيا كامل وش كنا في المقبره نسواها. علاه نقول لك حاجه؟ خاطش هذيك الكلمه تاع كامل رانا رايحين ليها غلط، ناقصه، خسر حاجه. كل نفس ذائقة الموت ما تكفيناش، لازم تكمل الآية كملها باش تقدر. لأنه الكافر على باله بلي قال 200 وما تأثرش. الكافر كان يقول هذا، أنا شفت كفار عند المقبرة، عند المقبرة كفار لقيتهم يدفنوا وجزنا عليهم في المقبرة كان كفار. يحكينا معاهم قصرنا معاهم أمور حبينا ندعيهم شوية، قال لي هذه كاع رايحين ليها. قلت له احنا نقولوا كيما احنا، اسمعني هذو كيما احنا، بصح واش هي؟ غير تنسى، غير تخرج تنسى بلي رايح ليها. على بالك باش تعاود تفكر بلي راك رايح ليها باش تأثر فيك الموت. واش هي؟ كل نفس ذائقة الموت. كاين جملة وراها، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هي صح، هي صح، هذه هي صح. لأنه كل الناس تعرف بلي تموت. هم كفار ماشي في الموت قدامهم، لا، والديهم يموتوا، خوتهم يموتوا، ولادهم يموتوا، والأعمار كامل ماتت. تسمى عندهم حاجة ربنا كبير منها بيقول فيها. ولكن هذاك الموت الموجود بين أيديهم أو بين أعينهم في واقعهم، هذاك الموت ما حركناهمش. إحنا عدو بشي حركنا، إحنا يحركنا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة تروح تجري في الحوس وش راني معمر وش راني موجود عند ربي. أما كل يوم رايحين لها هذيك لا، هذيك ما تكفيش. اللي لازم يكفينا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة تولكت أو تفركت في المشاركة اللام التاية في السجلات تاعك. تقول أنا إيه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. حقا أنا وش عندي أجر؟ أنا وش راح نقابل الله؟ كاش ما عندي حاجة بانيها في سبيل الله؟ كاش ما يحاطر صدقة جارية؟ كاش ما راني داير قيام الليل، صيام النهار، ذكر الله؟ كاش ماني معمر للسجل ولا والو؟ هذه اللي ذكرت الأعمال. أما كاع رايحين ليها يقتلوها الناس. السجل اللي يقولها لي يقص في الملهى يقول هذا كل مزهو الموت كاين. تسمى هذيك الموت كاينه ماشي محرك. المحرك هو ماذا؟ هو ان تعلم انك ستقف بين يدي رب العالمين. وسينصب الله سبحانه وتعالى الموازين القسط ليوم القيامه. وسياتيك بكل صغيره وكبيره. ولقمان لما اراد ان يعظ ابنه حرك فيه المراقبه الربانيه بالعمل، تحريك النفس نحو العمل. قالوا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قالوا دير في بالك بل يديرها صغيرة
وتظنها انها صغيره وتقول بالك واحد ما شافها واحد نفق لها وما راكش دير لها حساباتها، دير بالك باللي ربي يجيبها يوم القيامه ويحطها لك في الميزان، ديرها مليح في بال القلب باش يولي هذاك الطفل هذا يولي وين يدور وين يتخبى وين يحل الهاتف نتاعو يقول لك بابا ماهوش يشوف ويما ماهيش تشوف وين يدور يقول لك بصح راكي راكيب عليا راهو غدوه من غدوه يجيبها ويحطها لي في الميزان. لازم يتربى الانسان على رقابه الله تبارك وتعالى. ولهذا شوف ما كاش الزمن نحن فيه احوج الى الوصيه وصايا تربويه ان شاء الله نحاول نختصرها لان الوصايا التربويه كثيره. الوصايا التربويه التي نسمعها اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى هي الوصيه التي تحملها انت كزاد في قلبك حتى تتحرك نحو الله اولا وثانيا حتى تنجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اذا هذا هو الاساس باش تخرج سلامة تخرج سالم تخرج سالم لازم الحاجه تخرج بها سالم الا من اتى الله بقلب سليم. ممكن يجي الانسان يوم القيامه وهو ممتلئ جروح. اخواننا في غزه نسال الله ان يحقن دماءهم ويحصرهم على اعدائهم. اخواننا في غزه يموتون الان يموتون بابشع سبل، اطفال صغار ترون الاشياء هذه يعني ما يحتاج ان نزيد نشرحها. هذاك الموت هذا ياتي الانسان بجسم غير سليم انسان يبعث وجرحه يصير جسمه سليم، ياتي الانسان يده مقطعه ورجله مقطعه، ياتي الانسان وعنده ربما معمي في عينه ما يهم عن الله، ياتي الانسان وماله غير سليم ما عنده مال ما عنده حتى شيء يوم القيامه. حاجه يطلبها منك ربي تنجيك يوم القيامه الا من اتى الله بقلب سليم. حاجه هذا هو الكنز، هذا هو الكنز الذي نملكه ايمانا. الا تعتني بجسمك، تعتني بلباسك، تعتني بسيارتك تنظفها، تعتني ببيتك، اي حاجه في البيت شوف كيفاش ينصرف الانسان. وانا مانيش نقول لك هذا حرام، مانيش نقول لك حرام، بصح نقول لك شوف الانسان الاهتمام تاعو يروح. لما تهتم انت ببيتك بسيارتك بهالاشياء كامله ولا تهتم بايمانك. ولذلك الان شوف ربي سبحانه وتعالى جعل مدار الفلاح على الانسان هو تزكيه النفس، وهذه هي اول توصيه اوصي بها نفسي واخواني، ان تقوم على تزكيه نفسك ما دمت فيك يعني عقل ينبض، ما دمت الى اخر لحظه في حياتك، الى ان تقول لا اله الا الله وتموت عليها، الى هذيك اللحظه هذيك وانت لازم لك دائما نظافه وصيانه تقوم عليها من حيث نفسك. نفسك هذه التي بين جنبيك هذا النفس هذه هي التي ترسم لك اخرتك اما جنه واما نار، نسال الله يعافينا واياكم من هذا الفلاح. ربي سبحانه وتعالى بماذا قال؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اذا الانسان قام على تزكيه نفسه ونظفها ونقاها هذا حتما باذن الله لن يلج النار، لن يدخل النار، وسيكون باذن الله عز وجل من الجنه. سيفوز فوزا يحققه الله يوم القيامه، سيتوج بالفوز يوم القيامه. من هذا الانسان الذي يزكي نفسه؟ ولهذا شوف الان افضل ما يفعله الانسان في حياته، اذا قلنا بعباره اخرى افضل مشروع يريد الانسان ان يحققه في حياته هو ان يقوم على تزكيه نفسه وان لا يرفد عليها نهائيا. عمرك ما تغفل عن تزكيه نفسك. شوف احنا الان لما نمد اهتمامات لامور نحتاجها في الدنيا اعطينا لها اهميه، وهذا هو المحرك. قل العلماء هذا هو المحرك نحو تزكيه النفس، انك لازم تعرف قيمه النفس اللي راهي من جنبك. النبي عليه الصلاه والسلام كان يبدا خطبه الحاجه وش يقول؟ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. عارف قيمه النفس اللي راهي بين جنبنا وش هي؟ ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. قال الله سبحانه وتعالى ولا اقسم بالنفس اللوامه، يعني شوف النفس اللي عندها قيمه كبيره عند الله. لماذا؟ لانه هي صح مشات في طريق مليحه مولاها لو سالك، ما مشاتش في طريق مليحه مولاها مش سالك. ولذلك انت لما تعطي اهميه وتشوف باللي مدار الفلاح راهو هنا وش تولي دير؟ تولي تعطي اهميه كما كتبت اهميه اشياء مهمه في حياتك.
كاين انسان يقول لك انا هذه السياره احنا في العائله عندنا السياره ديال واش نكسبوا لازم لنا صيانه النظافه ما نوسخوهاش لازم الزيت او الماء هذه الاشياء كامل لازم الانسان يقول شوف شحال مشات او قريب يعاود لها الزيت يقول لها كذا علاه الانسان يعتني بها راني سمعت في الربيع راني كذا ديها عند هذا ديها عند هذا يعني عنايه تامه وتلقى الناس احيانا يجتمعوا مع الانسان يقولوا له اسمع المصيبه يقول له هايدي 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 كما قال احد العلماء في المدينه واش قال؟ قال لي شيخ نقول لك واحد الحاجه قال لي هذا الوقت هذا اذا لقيت انسان يعطيك نصيحه في الدين قال لي شوف اشكر بقدر ما تستطيع قال لي احمد الله تبارك وتعالى ان ربي سخر الانسان يسحب في دينه قال لي ان الدنيا قاعد يقولوا لك ما تخافش قال لي وانا نعطيك مثال احبس على الحاشيه تاع الطرق وفد الكابوي حتى كاع يوليك مش مشكله رزق الله خير ما شاء الله الدنيا كاين يوليك فيها كاين وكتروح دوكا تبني في سور برا كاع الناس يدبروا عليك كامل الناس يدبروا عليك بصح الاخره علاه ما تدبرش عليا في الحكايه علاه ما تنسحبش علاه كي تشوفني معاون ما تجيش تقول لي علاه ما تبينليش بلي انا راني انا غلط هذه الاخره الاخره قليل يوليك فيها مصلحتك احيانا الخوك وبابا وكيما يوليك مصلحتك ما يقولكش في يوم من الايام 30 40 سنه هو معاك في بيت وحده ما يقولكش خويا روح تسلم قولها لك شي حياه لان لماذا؟ لان الاخره عزيزه مانيش عاطينها قيمه ولذلك انت الان تمد قيمه سيارتك تعتني بسيارتك تمد قيمه بيتك تخسر يخسر مصباح تروح تجري تبدلها تخسر حنفيه عين تاع الماء تروح تجري تبدلها وهذا امر عادي مش مشكله وراك ماجور عليه بصح هذا البيت هذه عطيت لها قيمه على ذكرك تصوم فيها علاش ما تتعاملوش مع النفس بهذه الطريقه؟ علاش ما تقولوش النفس هذه ماهيش مليحه؟ النفس هذه راهي تحب بزاف بزاف ولا ولا عيب وراهي ما تحبش طاعه الله، لازم نشوف واش المشكل تاعها، لازم نشوف امور التعاون على ذكر الله. النفس تاعي هذه ماهيش مليحه، راني نميل بزاف الغيبه والنميمه وغير ذلك، ونميل اشياء حرام والنفس ما راهيش تدفع بيا الى الخير. يعني لازم نعاود نلتفت الى هذه النفس ونمشي انا اقودها مش هي تقودها. لازم نشوف النفس هذه راني نغضب كثيرا شوف الان صيانه صيانه هذه الصيانه هذه كيف قد افلح من زكاها كيف شيء يزكي الانسان نفسه لازم يظهر عيبه بينه وبين روحه مش للناس بينك وبين الناس اصبر روحه مش مشكل الان لما تظهر عيبك مع نفسك وتصالح نفسك المصارحه هي تعتبر بدايه المحاسبه المصارحه واما اما قال الله عز وجل وقد خاب الخيبه ضد الفلاح وقد خاب من دساها ايش معنى دساها يدس يكاموفلي على روحه يكذب على روحه يكذب على روحه كاين ناس بزاف يكذبوا على روحه كاين بزاف يدير بزاف كبائر ما يقولش استغفر الله علاه لانه ظن نفسه انه مليح كاين شوف دساها لها اسباب باش تولي تخبي على روحك وتكذب على روحك عندك اسباب السبب الاول انك تعود تقارن روحك بالفاسد تعود تقول انا الحمد لله انا عندي غير تسمى الدخان برك وما نصليش هذا ما كان والا واحد اخرين راهم يبلعوا في المخدرات راهم قتلوا دخلوا السجون انا الحمد لله عمري ما دخلت للسجن راك تصلي ماكش تصلي وتدخل وتزيد تدخل وراك دير هذاك الشيء ودير تسمى هذوك كامل ودير فيهم ومفرط في حق الله يحس روحه مليح علاه راهو يقارن روحه بناس ماشي مليح المقارنة تكون بالناس اللي فوق وفوق بالأنبياء المقارنة باش تمشي باش تقدر تخدم هذه المقارنة احنا هذا السبب أننا رانا نكذبوا على روحتنا والأمر الثاني أن كثير من الناس باش يدير يكذب على روحه بالانتماء يقول لك احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم احنا كامل داخلين الجنة ولا يقول لك احنا الحمد لله حنايا ناس قلوبنا نظيفة أنا تشوفني الناس بربي وندير ونعمل ولا تشوفني من دار قلنا نغلط ومن دار كذا ونمشي مع البنات ونعمل كذا وندير هنا ومخدرات ولا نشرب الخمر ولا تشوفني ما صليش بصح يقول لك أنا قلبي نظيف قلبك نظيف منين النظافة جات؟ منين جات النظافة؟ يقول لك أنا قلبي كنطلع عليه بيض بيض كنطلع عليه بيض يقول سمع له يكذب على روحه مسكين لا لا لازم الإنسان يفهم حاجة واحدة باللي مستحيل تقدر تسد من روحك حتى تعترف بها تعترف باللي قال انا يدي شديد الغضب راني نغضب بزاف خسرت بزاف ناس شحال من خطره نغضب وما نعرفش التصرف لازم نلقى حل نفسي انا شديد التكاسل على طاعه الله لازم نلقى حل نفسي انا انسان شديد الوقوع في المعصيه لازم نلقى حل نفسي هذا هو الانسان اللي يسد نفسه لازم تزكيه النفس اخواني الكرام
تزكية النفس أعظم طريق وأحسن طريق ينجى الإنسان من عذاب الله يوم القيامة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعطيك حاجة باش تهتم بتزكية النفس، يعني باش تعود تدير تزكية النفس في حياتك هي الأولى قبل كل شيء، قبل ما تصون سيارتك وبيتك وحوايجك وجسمك وكل حاجة، دير نفسك هي الأولى، زكيها نقيها هي الأولى. تعرف واش تحوس دير؟ دير بالك باللي لا سبيل إلى الفلاح إلا هذا الطريق الوحيد. ما تقدرش تاخذ طريق واحد أخرى وتسلك على ربي غير هذا البركة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية، لازم على كل واحد فينا وكل واحد فينا لابد عليه أن يملأ قلبه معرفة بالله وإيمانا باليوم الآخر. كان هذا الزوج هذا مهمين في حياة الإنسان. لذلك لماذا؟ لأن صلاح القلب وتحرك القلب مداره على ماذا؟ مداره على معرفة الله، الإيمان بالله واليوم الآخر. شوفوا كم قرن أكثر من 60 مرة يقرن الإيمان بالله واليوم الآخر في القرآن في السنة. ربي عز وجل قالنا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني القلب اللي يمد له ربي موعظة، القلب اللي يعمل له ربي موعظة، شكون هو اللي يتعب يسمع موعظة وتأثر؟ شكون هو هذا؟ هو اللي يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن علاش لازم الإيمان بالله واليوم الآخر؟ تحقيق الإيمان بالله يخليك كل عامل تخلص له وتعود حياتك كاملة ربي سبحانه وتعالى. يا هل ترى سؤال، حياتنا هل هي لنا؟ هل نحن عايشين لربي سبحانه وتعالى؟ لما تشوف نعطيك الميزان، نعطيك الميزان كيفاش تعرف هل نحن نعيش لله أم لا. أنت لما تجي هنا تصلي ترفع يدك تقول الله أكبر، هل الله أكبر تقولها مرة واحدة في الصلاة؟ أكثر ذكري تكريرا في الصلاة ما هو؟ الله أكبر. ما اسألش نفسك علاش احنا دايما نقول الله أكبر في الصلاة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طالعين هابطين بالله أكبر. يعني أكثر الذكر في الصلاة هو الله أكبر. وبعد كل حكم كلمة الله أكبر هذه وندوها لقول الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إيش معناتها؟ معناتها ربي قال إن الصلاة الحقيقية، إن الصلاة يعني الحقيقية الشرعية الحقيقية رايحة تبدل حياتك تنهى عن الفحشاء والمنكر، تسلمك مع الوقت. تقولي بالعقل تحبس الدخان، تدير هذيك تحبس هذيك، تحبس الرشوة تحبس كذا تحبس كذا، على إنسان مصلي. هذه الصلاة الحقيقية. الآن الله أكبر والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعدها نخرج بالآية الأخرى. وش قالت لنا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي هذه عبادة، ومحياي ومماتي وش هي؟ معاملة. هذوما لمن؟ لله رب العالمين. معناتها أنا وربي يقول لك شفت كيما راهي الله أكبر هنا؟ كي تكون في حالة التعب ثاني الله أكبر، وكي تكون في ضالك الله أكبر، وكي تكون في تلعب في الرياضة الله أكبر ثاني. يعني حياتك الله أكبر لازم تمشيها معاه. لو كان ما تخش معك الله أكبر من باب تاع الجامع تولي مسلم عندك زوج حياة، ما نقولش مسلم ذو وجهين، تولي مسلم وبرا حياته أخرى. الإسلام تاعنا قاعد في الجوامع، هذا المشكل تاعنا. إحنا المجتمع مش يتسبب كي يولي الإسلام يخرج الصلاة تاعنا تخرج منا معاه، نخرج منا تخرج الصلاة تولي موجودة في برا. يعني المصلي يولي الله أكبر عايش معها وين يروح؟ تجي تضرب مع إنسان الله أكبر تركها ليه؟ تجي يعني حرام تأكل حرام، تقول شوف أنا هذا اللي نحتاج وجدني فرصة باش ناكل حرام. الآن أكل الحرام والفرصة هذه عبارة عن مفضلة الطرق. معناتها ربي قال خيرني أنا أكبر أم الرسول؟ واش تختار أنت؟ الله أكبر كنت تقولها في الصلاة، ها يا دوكا قولها راك محتاج، عندك ديون وراك خدام في المكتب وجاك إنسان وعطاك مال، وبعد كي تفكر أنت تقول هذا المال هذايا سما دوكا هذا أنا الشهر ما نلحقش باش ندير وراني كاري وباش ندير دوك الدار ولا ندير سيارة ولا وباش نديرو ماحش نديرو هذا مستحيل. تسمى علاش تعرفوا غيب الدار؟ حنا مقدرين أرزاقنا بشهريتنا،
يعني ما دارنيش في بالنا بلي الرب رزاق سبحانه وتعالى ويرزقنا من حيث لا نحتسب، وحنا حبيناها لازم يرزقنا من حيث لا نحتسب. ولينا كي نحسبوا هذه الحسابات، ولينا نديروا حسابات، ولينا نديروا شمار، ولينا نديروا حسابنا. راني خدام في المكتب، ولا عندي 5 ولا 6 ملايين، وراني كامل، وعندي الاولاد، وما عنديش الدار، والسياره نجي في النقل، ودوك جا السيد هذايا جاب الملف، وقادر نتحط له 200 ولا 80 مليون ولا 20 مليون، وكاش 5 ولا 6 وراح ندير دار ولا شي مرة مع ولادي وخلاص. تسمى الغالب ما كاش كفاءه، وربي على باله، لا نبدا نديرو. حنا ما بنخيطوها، ربي على باله وكذا ومشي الحال. تسمى تولي رشو حلال. والربا يولي حلال. بهذا الميزان تاعنا هذا نولي كلش حلال. إذا كل واحد يحب يحلل يحلل. إذا يولي ما كاش حرام. واش يدير الإنسان هذا؟ باش تحبس من معصي الله لازم تدخل كلمة الله أكبر. يقول قولها في الصلاة، قولها هنا. قول هنا شكون أكبر؟ الرشوة ولا ربي؟ لكن كنت في المسجد كنت أقول الله أكبر ولا لا؟ بصح دوك الآن ندير المعصية ولا ما نديرهاش؟ أنا والله لما نقرأ سورة يوسف عليه السلام ونشوف يوسف عليه السلام يقول لك أنت الأبوي وامرأة فاتنة أمل وأنا غالب فرصة من الدراري، أنا غالب بتعرف راهي ينسى، أنا غالب نفرحوا شوية دراري، ما كانش ربي معي، لا تقول له حرام، إيه أنا غالب ولا غالب دراري شوية تعرف غالب مقالة. عقوش ما كان أنا هذه، معناتها ربي قال لك كيما صلاتك كيما صيامك كيما حجك لله، حياتك برا في الزنقة والمعاملة تاعك برا والرقاد تاعك في دارك هي كيما العبادة لله كيما حياتك تاعك تعالى لله. ولذلك السلف يقولون وإني لأحتسب غدوتي وروحتي ونومتي وأكلتي لله. لازم كي تقعد في الطاولة تاكل هذيك المبلغ هذيك خليها المولك سبحانه وتعالى، احتسبها عند الله، نتقوى بها على طاعة الله عز وجل. نومك تربط في الليل، في الليل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله تعالى. كي نرقد في الليل نرقد نحتسب نومتي لله تبارك وتعالى. كي نروح نهز القفه ونمشي نقضي لاولادي ونجي راجع، يقول ترك تتعب تتعب ولا لا؟ هذيك ديرها في السبيل. قال انا هذوما نروح ناكل وليداتي واهلي وزوجتي كذا، هذه تحتسبها عند ربي سبحانه وتعالى، لان واحد راح يكف عليك مو. لازم انت تستثمر في ولادك، ماشي توكل فقط، ماشي توكل وتكبر وتلبس، لا، وانما يجب عليك ان تعتقد ان ذلك من عباده تعملها لوجه الله تبارك وتعالى. اذا هذه هي معرفه الله، هذا هو الايمان بها، ان تكون اعمالك كلها تتحرك نحو الله. هذا وش يثمر لك الايمان بالله. الامر الثاني الايمان باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر هو عباره عن رادع ومحرك. محرك يحرك الانسان نحو الله ويردع الانسان يردعك. ولذلك شوف ربي عز وجل قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال الله تبارك وتعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مين جاب الجنة؟ مين جاب الجنة؟ مين جاب الطاعة؟ خاف مقام ربه. خاف أنه ربي راح يلاقيه يوم القيامة. وسيقف بين يدي الله عز وجل، لذلك أطفأ لذة الشهوة. ولهذا وش يقول العلماء؟ يقولون هذا موجود في كتاب ربنا في آيات كثيرة. يقول العلماء أن الإنسان يريد أن يضبط شهوته فليضبطها بالامتثال بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه. النفس هذه روايه. وكي جات النفس هذه قالت له تعمل. انا واش ندير لها؟ استعين على هذه النفس. واش ندير نتقوى بها بحاجه؟ انني نروح نذكرها بواحد الوقفه بين يدي الله. لان الوقوف بين يدي الله يفسد علينا لذات الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان تذكر الموت يقطع علينا ماذا؟ لذات الدنيا. هادم اللذات، اسمه هادم للذات. ايش معنى هادم اللذات؟ اي قاطعها. ما ذكر الموت في شيء كثير الا قليل، ولا في قليل الا كثر. الموت ينهي جميع ما تتصوره انت. ينهي الحياه. ينهي الصحه. ينهي جمال الجميل، انسان شباب. ولا امرأة جميلة يأتي الموت فينهي جماله. الإنسان بصحته وعافيته وقوته يأتي الموت فينهي ذلك كله.
الإنسان بجبروته وقوته والصحة وغير ذلك، وزيد على ذلك له منصب وله جاه، ويتصل في أي مكان تفتح له الأبواب، يأتي الموت فيكون هذا الإنسان في زلكة. والله شفنا ناس عندهم الآباء تحب ونتصل ونضرب الجيب كما قلت يدهم طويلة، وعاشوا الأبناء تحت ظل أبيهم يفعلون ما يشاءون، ويش يحب الأب بتاعه هو يتصل، حكموه في حاجة الأب يخرجه، يحب يدير مشروع الأب يعامله، يمشي في طريق الأب يفتح حاله، يروح لأي إدارة الأب يسهلها له يد. ماذا الأب؟ من يوم الجنازة يحببني أحد الأبناء يقول لي ولا واحد من هذاك الحواشي والناس الذين كانوا يأتون إلى البيت ولا واحد اتصل إلى يومنا هذا. قال لي أغلقت كل الأبواب في أوجهنا. قلت له كاين باب الرب هو الذي لا يغلق، باب ربي يكون شد فيه هو، فيش واحد يحيي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إيه لا يموت لا يموت. إذن هذا الإنسان الذي يذكر الموت، كي تذكر الموت تعرف بأن كل شيء يحبس، هذا الشرط يد طويلة ماشي كل شيء، جاء الموت يحبس كل شيء، توقف كل شيء، هموم إنسان يعيش هموم، جاء الموت يحي كل الهموم، كل الهموم تحبس، خاصة للمسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام إحنا نقرأه بس ما تمعنوش، كون جينا نتمعنو شوف نمشي نروحوا للبعيد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يموت عليه الصلاة والسلام ويمسح له بخرقة يعرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث موت المؤمن بعرق جبين، يعرق المؤمن يعني يشتد عليه الكرب أثناء موته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسقام. عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله إن للموت لسقام. تصور هذا حاجة حلو، مش أقوله بس الله عز وجل يخفف عنه. وتجي فاطمة وترى ذاك النظر الأب الحنون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له علاقة حميمية مع فاطمة، عنده علاقة حميمية، وكان إذا رآها في مجيء فاطمة رضي الله عنها يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقبلها ويجلسها مكانها، وإذا رأته قامت وقبلته وأجلسته مكانها، يعني علاقة حميمية مش أب فقط صديق، حميم يعني. وتشوف الأب بتاعها كيف، من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يموت تقول فاطمة الله كرم أبته، قالت الأب بتاعي أنا متعلم المسكين، قالت واكرم أبته كرم الكربة أو يعني في كربة، قالها لا كرب على أبيك بعد اليوم، رسالة لا كرب على أبيك بعد اليوم. لماذا؟ لأن الموت شوف إحنا حياتنا سجل مؤمن نقص هذا ربي سبحانه وتعالى، كيش واحد كنا تلد الدنيا لو كان ربي يحب يكملها بالإيمان لو يكملها الرسول عليه الصلاة والسلام، لعمره مش معمل من ترخص، عمره مش معمل من ترخص. قال أنس ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة خبز أو كسرة خبز أو كسرة شعير فشبع بها، عمره مش معمل كسرة. إحنا شحال شبعنا؟ شبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، عمره مدى طف خبز هذا كلام شبعنا، عمره مش معمل. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام ربي أعطاه اليوتيوب، أعطاه الفخر، أعطاه تآمر الناس، كسرت رضعيته، شق رأسه، عمل حادث بالذات ما تعرف، وجلست على الفراش عليه الصلاة والسلام، وجلست مدة عليه الصلاة والسلام ومريض، عمل حادث مرور كما قلنا احنا، وشحال صار فيه نصر فيه عليه الصلاة والسلام، فقد دفن أولاده بيده، وأعطاه ربي إبراهيم في سنتين لما بدا يحلى الذكر الوعي الداخل بالنسبه تعالى ذاق من انواع ودفن ولاده له، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بناته دفنوا بيده كلهم الا فاطمه. الان النبي عليه الصلاه والسلام ابتلاءات عظيمه، واحنا المؤمنين امه محمد عليه الصلاه والسلام عندنا من الابتلاءات ما عندنا في حياتنا، ما كانش واحد كان مثله كاش هذا، لا حتى تكون الدنيا سجن المؤمن يخلص الدنيا، وكي يكون يموت هو آخر عذاب للمؤمن، بعده لن يعذب أبدا أقد المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب بعد اليوم على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، ما كاش عذاب اللون. قال أحب يقولها للمؤمن حياته يشوف يتعذب منك فقر يغلب الدين
ولدك يجيب لك مشاكل، تعيش مشاكل عائلية، يعني توصل إلى مشاكل مع جارك، في خدمتك، أشياء كل واحد فينا مبتلى، مرض، أشياء كثيرة، تروح المستشفى تشوف الابتلاءات، تروح المقبرة تشوف الابتلاءات، تخرج في البيوت، تدخل البيوت تشوف أمور عجيبة جدا، تشوف الأمة كلها ابتلاءات، تمشي في الطريق تلقى واحد حافي سيارة، ابتلاءات عظيمة للناس، كلها فيها حكمة ربانية تمشي بها. لماذا حتى نقول بأن اليوم إحنا في دار مصدر جزاء، دار ابتلاء. فلما كان دار ابتلاء نهايتها لن نرى بعدها إن شاء الله عذاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص إنسان يموت خلاص راح يدخل الجنة المسلم. وأما الكافر، كافر مش إسرائيل، الكافر هو في جنة دركة مديها دار جزاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الكافر لا يرضى، الكافر يتصدق ويدير حاجة مليحة، تلقى الكافر يدير جمعية خيرية، يرعى الأيتام، يعتني بالحيوان، كافر. هذا كله يعطيه ربي، نقاش يقول بأن ربي لا يضيع أجر من أحسن عملا ولو كان كافرا. هذوك ما عندهمش نصيب يوم القيامة، لا خلق لهم يوم القيامة، ما عندهمش خلق، يعني ما عندهمش نصيب يوم القيامة. إذا وش يديهم ربي؟ يقدم لهم الآن. كي يجوا يوم القيامة يلقاو روحهم استهلكوا، استهلكوا لزيد راح. النعيم قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، قلوا ربي انتم ما مشيت مع هذا المسلمين، قلوا انتم ما خلصتوا دينتوا خلاصكم في الدنيا، عطيتكم تمتعتوا بأولادهم شابوا والدنيا وكذا، كل شيء كما يقولوا كل شيء مزيان، هذه هي كل شيء عنده مليح، علاه كافر أو يخلص؟ لا خالص، يدي دار تير ودار جزاء. الآن احنا دارنا دار ابتلاء، احنا دارنا الآن دار ابتلاء. ولذلك عقل نتلاقوا احنا اليوم في الموت، الموت يبداو هما يتعذبوا لانها راح يبدا الجزاء، وحنا نبداو نتنعموا لانه راح يبدا الجزاء. هما الان سيعذبون لانهم بداو حقهم في الدنيا، وحنا سنتنعم باذن الله لاننا تعذبنا وتألمنا في الدنيا. كل واحد فينا راه يقوم بعباده الا راه يضحي بحاجه، كل عباده الا راه يضحي بحاجه، جيت صلي تضحي بالنوم، جيت صلي تضحي بالنوم، تصوم تضحي بالطعام، تروح تحج تضحي بولدك، تغيب عن الابناء تضحي بالمال وتضحي بالتعب والصحه، اي حاجه من العبادات فيها تضحيه، تضحيتك لم ينساها الله لك، ما ينساهاش ابدا، انساها ثم ينساهاك. ولهذا الموت مدرسه عظيمه ومحرك نحو الله عجيب جدا، يجب على كل واحد فينا ان لا ينسى الموت. ونقول لك واحد الحاجه، الموت ما يخسرلكش الحياه، الموت بالعكس يسقمها لك، الموت هو اللي يخليك تتخلق مع اهلك مع اولادك، تخليك تتخلق مع جيرانك وتتسقم حياتك وتعيش حياه طيبه بذكر الموت. ما تخافش الموت ما يخليك تدمع دائما، الموت راح يخليك تسعد تستبن كل شيء، لان شوفوا ما من لذه من دون الجنه، يعني كل لذه، احيانا تشرب الماء تتلذذ، تاكل اي شيء تتلذذ به، كل لذة، كل لذة من دون الجنة فانية، إلا الجنة هي الباقية، كل لذة في الدنيا حتفنى إلا الجنة فهي باقية، وكل عذاب من دون النار عافية. كل حاجة تصاب بها أنت في الدنيا هذه راك خالص عليها. قال ما يصاب المؤمن أدنى شوكة أو أدنى من ذلك إلا كتب له بها أجر، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني أحب يقول لك خالص في كل شيء، تضحك خالص، وتحزن خالص، راك في الجنازة خالص، وراك في العرس خالص عند ربي. ولكن الشرط شنو هو؟ كي تكون في الفرح اشكر، وكي تكون في الحزن اصبر. خالص رايح جاي، خالص المؤمن خالص، هذا هو المؤمن. لما يذكر الموت يعلم ان هذه الحياه كلها ماضيه، تولي تحلال، تولي تصبر على المصيبه، وتولي هذيك النعمه اللي يعملها لك ربي ما تخلعكش، لانك ادنى انسان في الدنيا، ادنى انسان من اهل الجنه راح يدي 11 مره الدنيا. وعلاه خلعك سياره ولا خلعك دار؟ لا، مين يجينا الطغيان احنا؟ لما ننسوا نعيم الاخره، من يجينا الطغيان؟ يكسب حاجه قليله 200 متر خلاص يولي يقول انا ربك الاعلى، يكسب حاجه قليله يحطوها في مكتب الله ينال منصب،
يتبدل يتغير الاسم ويتحط له الالقاب السيد فلان فلان بن فلان اللي كان ينادى باسمه في الحلم خلاص ممنوع تعيط لبيت الاسم منصب كبير يتغير نهائيا يتغير لو كان يتذكر انه دوشي صغير يولي متواضع ويعيش حياه طيبه ولهذا اللي اعطاه ربي الرزق يتذكر انه دوشي يدير يولي متواضع ويعطيها ربي حياه طيبه فتذكر الموت ما يعذبكش بالعكس يليه حتى ذكر الموت شوف الان ما ذهب احد منا حاله كربته كل واحد يكون عنده مصيبه كبيره نسال الله يعافينا ويعافيكم وضاقت عليه الدنيا وربما عنده مشكله في بيته وضرب مع زوجته وكذا والحق لدرجه طريق مغلق ويخرج من البيت ويروح المقبره ويتجول بين القبور عباكر يقول لي لا يرى هذا الكلام مش مشكله ما يشوفوش نهائيا لانك لا انت تمشي على جثه الجريمه وهذوك اللي تحتك هذوك اللي في القبر راهم يقولوا يا ربي كون جينا كيما هذا اللي فوقنا ترجعنا غير في الشقه الصغرى قاعدين وعاود رجعنا ولكن ما راهمش ما يحفظهمش كليا لان اي انسان اللي يموت ما يرجعوش ربي الدنيا هذا وعد من الله سنه من الله الان انت راك في امنيه الموت مهما بلغت من الابتلاءات انت في امنيه الموت وش هي امنيه الموت انك تكون حي وتصلي ركعتين رانا احياء انا صلي ركعتين لذلك الان انت لما تتذكر الموت تدفع عليك الدنيا كامله روح المستشفى تشوف ابتلاءات اخرج من المستشفى ادخل المقبره تنسى ابتلاءات المستشفى يعني الان تذكر الموت يهون علينا مرارة الدنيا ويقربنا من الله ويخلينا نتواضع وما نتخلعوش بالنعم وما نتعرفش على الناس ويخلينا نصدموا اخلاقنا لاننا نذكر ان الدنيا فانيه الانسان يصبر على جاره وكان خلقه حسنا علاه يصبر لانه عارف ان الدنيا فانيه وراح يجي جزاء عند الله الانسان الذي تجرع مراره الظلم واحتسب الامر عند الله هذاك الانسان علاه كان قادر يرد كم من انسان حليم عنده قوه وقادر يرد وقادر يرد عليك مليح ولكنه انسان كريم وحليم لانه تذكر ان الجزاء عند الله افضل من الجزاء في الدنيا كم من انسان سامح مررها وجبزها وعفى واصبح صفحا جميلا بسبب ماذا ينتظر جزاء عند الله تذكر الموت تذكر اليوم الاخر الوقوف بين يدي رب العالمين هذه خلينا نمشوا ونسجموا ونتجوزوا على اشياء ركيكه راهي موقف عندنا بزاف امور والله لما تشوف عائله تجتمع 26 انسان وسنوات 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 على جال زوج ميكرات تعرف بان الدنيا نعمت بها ضاعت اعمار محاكم اشياء كثيره قتل فيما بينهم السحر السب التقاطع طلاق من اجل زوج انطر اختلاف في زوج انطر يعني دنيت بزوج ميكرات الاخر يقول لك لا انتم اللي دنيتوا بزوج ميكرات سنوات ماتوا الاباء ماتوا الاباء وذوق الابناء وابناء الابناء لا يتكلمون فيما بينهم رحم واحد رحم واحد هنا في العاصمه رحم واحد رحم واحد على جزء ميترات الان انا قلت لهم كلمه قلت لهم والله عند الله عند الله علاقتكم علاقتي انا وانت حبي وحبك لبعضنا البعض الموده اللي اعطاها ربي بذاتها لك الكنز العظيم اغلى من العقارات واغلى من الدنيا وما فيها يسمح الانسان انا مجلس تخاصم بين اثنين شريكين ناض انسان نسال الله يكتبه بالالف الفردوس الاعلى قام الانسان وسمح لاخيه 15 مليار قال له الناس سمح 15 مليار ونبقى خويا ونقول لك انا اقسم بالله غير هو صاحب الحق والله غير هو صاحب الحق باعتراف صاحبه من بعد هو صاحب الحق وسمح في ملايير قال لي هذا خويا 10 مليار هذا راه 10 معايا ما نقدرش انا على جرحه السماح ما يسمح كذا المهم كملوا انا بيك خاطر عند الله كاين امور تسوى غاليه هذا الانسان عليه يسمح على خلا كاين حاجه بينك وبين الله تتعامل معها وشكون اللي يرفع الناس؟ الله وشكون اللي يحطك الارض شكون؟ الله وشكون اللي يعطي الملك؟ الله شكون اللي ينزع الملك؟ الله شكون اللي يدي يرزق شكون؟ الله يمنع ويمنح الله سبحانه وتعالى من الذي يغني الناس؟ الله مش عندك تشطارتك؟ عم بك توليد غني بلكي طلع تريده لا تدير في سبة بك تدير في سبة كاين الناس عملوا وعملوا وعملوا سبة داخل مليار في الخبر يعني ما لحقش يحسب دراهمك فلذلك انت ما تعمل شيء انت بشر ضعيف تشوف انت اضعف مما تتصور ديرها مليح بلحها بلحها بلح الصراحه هذه بلح انت
إنسان أضعف مما تتصور. لو كنت رح تشوف ما كاش واحد يوصفك كما اللي خلقه، لا لا، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. إذا ما كاش واحد يقدر يوصفك يعطي لك وصف مليح وما يظلمكش كما نقول اللي خلقه. أكثر من 60 مرة ربي ذكرك في القرآن، روح وريني ذكرك بحاجة مليحة. دائما وخلق الإنسان ضعيفا عجولا، خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان إذا مش بيليك قال الله عز وجل وخلق الإنسان من عجل، من عجل هذا الإنسان هذا. قال إن الإنسان لكفور ظلوم جهول، والله أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهالو ما تعرف وهالو، وهالو خرجك من بطن أمك نطلقك تروح تمس النار تعرف وهالو، وعلمك عندك السمع البصر كذا، أنت أضعف مما تتصور. الحاجة تقويك هو الاتصال بالله. شوف قوتك أن تتعرف على الله، شوف تنال القوة في كل ما يدين، قوة عظيمة ينالها الإنسان اتصال بالله. شوف الآن قلت لك أنا من قبل احنا نقرأ نسمعوا كلام ربي سبحانه وتعالى بس ما نفهموش، ما رانيش ندبر، ما رانيش ندبر، والله ما كاين زمان نحتاج فيه الى التدبر القران والسنه ونعتبر بالقصص والاحداث كيما الزمن هذا. الزمن شوف 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 كي يقولوا بكري شدايد الحدايد او الحدايد شدايد، انا ما اتلف شويه لا، يقول لك دابا راه تروح تخبي الذهب وتقول لك احنا الذهب تزيرنا انا والزوج تاعي خلاص رانا في ضائقه راح خلاص طمينا برا نجبدوا هذاك انت دق 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 هذيك هذاك هو الان نحتاج الكنز هذا العظيم وهو افلا يتدبرون القران والله دق لنا. شوف الان قصه موسى وفرعون اكثر القصص في القران قصه موسى، علاه هكذا يعني ما كون غير باش تتفرج فيه بالدوله، لا كاين شيء انت تاخذ منه المدرسه انت ترتقي به يرفعك الله تزيد علم على علم، هذا هو العلم الحقيقي اللي ندي واحد كتاب الله. شوف الان عندنا زوج احنا نقولهم يعني ابطال القصه يعني امسح التعبير، كاين فرعون وموسى، فرعون وموسى. شوف الان فرعون جبروت قوه عظيمه، قوه استخباراتيه، قوه عسكريه، قوه سياسيه. عبك كلمه فرعون يقول العلماء هي لقب تبي، لقب لاطغى انسان في العالم. يعني كي تقول كلمه فرعون ما كاينش فوقها كلمه طاغي، ما كاينش فرعون معناتها فرعون، هذه هي يعني عنده كل شيء فرعون. حتى قيل انه كان يعلم، كان يعرف يعرف لو ان الانسان بذر يبذر حبات القمح اللي يطيحوا له وما يلمهمش يعرف فرعون عنده صبارات قوي قوي جدا. هذا فرعون مع جبروته في اوج جبروته اغرقه الله. وموسى عليه السلام في أضعف مرحلة في الحياة، صبي صبي صغير بيبي صغير حفظه ربي في البحر، هذاك البحر نفسه اللي غرق فيه ربي في العالم. ربي يعطينا الضف في نفس المكان وفي نفس الزمن وفي نفس الأبطال بأنك إذا اتصلت به ولو كنت ضعيفا سيقومك، وأنك إذا لم تتصل به وقطعت معه العلاقة ولو كنت قويا بجبروتك لأذنك. لازم تفهم باللي قوتك من عند الله. احنا وش نقولوا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوف وش معناتها حول قوة. لا حول شيخ الوقت واخا. انا غير قول لي شيخ قول لي ما تقرصنيش برك، غير قول لي برك شيخ قول لي. هاتش كاين خطرة كاع حبيت واحد والله قرصني. راني بعيد شيخ. شوف فين نهضر هكذا وين شو الاقسام وتسوي في الهضرة. ودار لي هكذا قاسنا قلت لك هذا حبيب هذا اللي يدوب ومن بعد زدت هضرت بيه ضر لي بواحد القرصه ولا قرصت يعني الله يجعل امين. المهم انا هذيك قعدت معاك امين عيد بعد ما الشيخ يرحمه الله يهداك الشيخ. اذا شوف الان احنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله. شوف لا حول حول شو معناتها لا حول؟ معناتها انا ما نقدرش نتحول من حاله الى حاله. انا مريض انا مريض شوف هذيك سعله سعله خليها تعطيني درس مع الله. الطبيب عطاني سيرو وراني شربت الدواء وكليت تيزان ودرت هذه بصح لازم الداخل في قلبي علاه مرضت على درس. ما نقدرش نتحول ما نقدرش نبرا نتحول من 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 المرض الى الصحه الا بالله. هو واذا مرضت
فهو يجب. هذه العقيدة هذه العقيدة. والآن ولا قوة ما نقدر شوف الآن شوف يدي هذه ترفض هذه والله كيف نسمي والله غير الناس غير تلاقيت مع إنسان في الباركينج في الموقف تاع السيارات في بن عبدون لقيته جاي لبس عليه يمشي تشوفه ما عنده حتى مرض قلت له شنو درنا قال لي راني جيت ندير ديكاسيون إعادة التأهيل قال لي عندي مشكلة ما نقدرش نهز حاجة أنا ما نقدرش نحرك شوفوا لبس عليه قلت له سبحان الله ربي عز وجل يعطيك تدرب كيما حبيت بصح كي عطلك تولي دير ديكاسيون دراهم كبار باش تعلم آخر تعرف تلفت شويه يعني ما كاينش قوة إلا بيسر تعرف ما تفعل شيء نقبل بعد الأذان إن شاء الله.